الحرب بدأت، لكن احنا كان عندي قناعة ان الحرب ما كانش في حرب هتقوم، بس قامت في وقت واحد، يعني في دقيقة واحدة. ساعتها بقى ايه التفكير، مش عارف، مش عارفين هنعمل ايه. المدينة اللي احنا كنا فيها يعني الحمد لله ما كانش فيها اي ضرب او اي قصف، لكن واحد برضو لازم كان ياخد حذره. كنا على أعصابنا 24 ساعة، مكناش بنعرف ننام، وحتى الأكل كان نفسنا مسدودة عنه، كل حاجة يعني الدنيا ما كانتش تمام خالص، بس الحمد لله عدت على خير وعرفنا إن طلعنا منها، وصلنا رومانيا الحمد لله بالسلامة. السفارة هناك استقبلتنا وقعدتنا في فندق وكده، وبعد كده اللي هو جابولنا طيارة، وكويس ان هم جابوها بالسرعة ديت، لان محدش كان متخيل ان احنا هنرجع بالسرعة ديت. طبعا احنا بنشكر الدولة جدا جدا بالنسبة للجهود اللي هي قدمتها من بيت أم خلونا بيت أم الخاركوف ومتابعتهم معانا لغاية لما وصلنا مصر بأمان. كان في استقبال جميل جدا في المطار، استقبلونا بشكل جميل جدا وبورود وبمحبة. طبعا بالنسبة لدراستنا احنا بنشد الرئيس ان هو يكمل مسيرته زي ما هو الطبيعي بتاعه، ان هو يساعدنا ويقف جنب ولاده، ان هو يبدأ يفتح لنا الجامعات المصرية هنا سواء كانت حكومي او خاص وسواء اي محافظة. احنا عارفين ان هي الطلبة كتيرة في مصر، فاحنا مفيش مشكلة، أي محافظة هتفتح يعني احنا مستعدين نروحها.